إن شئت تنظر بهجة الجنات عرج هديت لبلدة المسفات، موقع تسفيه الرياح يمنة ويسرة، ومياه تنحدر من قمم الجبال، لها خرير يسمع من بعيد، وقمم تحيل ما تحتها سهولا، ومنحدرات على مد البصر. أغرت أوائل من اكتشف المكان، فكانت جارة الجبل مسفات العبريين. واحدة من الوجهات السياحية التراثية المميزة في محافظة الداخلية، واحة جميلة بمدرجاتها الزراعية يسميها البعض واحة الجبل، قرية أثرية ثرية بإرثها وتراثها ونمط بنائها. الباحثون يرجعون تاريخها إلى أكثر من 1000 سنة، يستندون في قولهم إلى شواهد وكتابات على الصخور. قرية مسفات العبريين طبعا ما يوجد عندنا تاريخ مضبوط نقول من 1000 أو 2000 سنة أو 3000 سنة، لكن حسب المباني القديمة من قلاع وأيضا أبراج بالبنيان في الحارات أو في الأموال، لا يوجد تاريخ بالضبط نقول، لكن نقول أكثر من 3000 سنة على حسب نشوف المباني والأحجار اللي استوت بهذا الصنع القديم، لهذا نبني التاريخ ما يأكل من 3000 سنة يعني. مسفات العبريين تقع في أحضان الجبل الأوسط من ولاية الحمرة، وهو جزء من جبال الحجر الغربي، وخلفها سفوح الجبل الأخضر وجبل شمس. ترتفع أعلى قمة فيها إلى نحو 3000 متر عن سطح البحر، مسندة ظهرها إلى الجبل ومندمجة معه، حتى أن بعض جدران بيوتها جزء من الجبل ذاته، أي أن الجبل يكون الجدار الرابع لبعض بيوت الحارة. وأمامها النخيل باسقات تشرئب بأعناقها مع المباني السامقة، فالبيوت يرتفع كثير منها لأكثر من طابقين، وهي القائمة على مرتفع صخري، ما يزيدها مهابة وجمالا. تزينها الأبواب الخشبية والنوافذ الطولية الواسعة، تستقبل أشعة الشمس الوافرة ونسيم الجبل العليل. قرية تقع في الجنوب من الشمال، يحدها وادي السحتل، من شمال الشرق وادي بني عوف، من شمال الغرب وادي بني غافر، ويفصل ما بين الجبال هذا. تنظر إليها من بعيد تاج يزين رأس الجبل، والنخيل تتطاول تصافح بسعافها ساكني هذه الدور من نوافذ بيوتهم وشرفاتها التي تطل على فضاء واسع من الوديان والمنحدرات الفسيحة، تزينها جحلة هنا وقنديل هناك. مسفات العبريين تمثل متحفاً بيئياً مفتوحاً، تمنح زائرها فرصة معايشة البيئة العمانية التقليدية بنمط عيشها وطريقة بناء منازلها وممارسة الحياة اليومية لساكنيها ونشاطهم الزراعي. والفلج المنحدر من علٍ يسابق الجاذبية حتى يلقي بثقله في حوض كبير يتوسط مزارع البلدة، يهدئ من روعه ثم يواصل المسير إلى مزارع النخيل ومدرجات مزروعة بأصناف الخضر والفاكهة وفق تقسيم محكم. طوعوا البيئة الجبلية الصعبة فكانت سهلاً لسكناهم ومسطحات مستوية لمزروعاتهم. هندسة الفلج طبعاً تتغير من جيل إلى جيل، كل ما جاء جيل يجيب أفكار غير. أول حطوا الفلج في الوادي خارج، وبعد أكثر من قرن من الزمن خدموا له في الجبال، حفر الجبال داخل وجابوا داخل بسبب لا يضر الوادي. فبهذا من بعد انتظروا أن ينزلوا الفلج هو تحت عن المسار الفوقي، وللسبب هذا زاد الماء وبدأ يعمره في البلاد زيادة. مثل ما خبرتك من هذا الوادي هكذا بدأ التعمير من 1312 هجري، لأن الفلج قسموه كل حد إلى نصيبه حق مزارع، وبهذه الطريقة كل حد
اشتغل بالعمار، بما عنده زيادة من مي عمر في العرفية. هذا بيعمله خيط، خيط أي خيط كده، حتى ولو كان من زمن ما موجود هذا الخيط، من قديم زمان موجود صوف اللي هو مال الأغنام، ويعمله حبل كده مستطيل، ويكيسوبه مثلا 50 خطوة 60 خطوة، ومن بعد يحركوا إلى الأمام، وبهذه المقاس يسوي ويصير فلج يمشي عادي. للحارة مرافق عامة، فهناك أكثر من مسجد، أكبرها المسجد القديم المسمى مسجد العقبة، وبقربه مدرسة القرآن الكريم، وفي الجوار مجلس القرية العام سبلة الحظائر. وليس ببعيد تقف شامخة قلعة روغان التي اختار لها أهالي المسفاه موقعا يكشف ما يحيط بقريتهم، يراقب الداخل والخارج. أول ما بدأ البناء بالأحجار بدون مادة ثانية من الأتربة أو الصاروج اللي نسميه، بدأ بالأحجار وحدها، لأن كانت في حارة قريب من منبع الفلج، قريب من منبع الفلج من الشمال، ومن بعد خرج إلى الحارة هذه. بعد ما هذه الحارة اللي موجودة أنزل منها حارة، ومن بعد ارتفع في الحارة هذه الثالثة تعتبر هذه. طبعا البناء يتم من اللي نسميه الصاروج العماني، يعمل اول التراب، ومن بعد يعمل كانه مثل الخبز، ومن بعد يصف على جذوع النخل ويحرق، وبعد هذا يدك مره ثانيه ويستعملوه عاد في البناء. من بعد شهر شهرين يخلوه كذا يهمد، ومن بعد يستعمل البناء مع الاحجار. لمسفات العبريين ثلاثة مداخل، وهي طرق ربط رئيسية مع قرى مجاورة. فصباح السوري مثلا هو عادة للقادمين من جهة الجبل وقرى وادي السحتن ووادي بني عوف، وهو مخرج إليها أيضا. وداخل الحارة ذاتها بوابة قديمة تسمى الصباح، تؤدي إلى ممر حجري يفصل بين البيوت المبنية بالحجر والصاروج والمتجاورة مع بعضها كبناء متداخل تفوح بعبق التاريخ، وكثير منها لا يزال يضج بالصخب ولهو الأطفال. ولبيوت الحارة مسميات تعرف بها، فهذا بيت الصفاء، وذاك بيت السور، وبيت الحصن. البلد يعني الله تعالى جعل اللي خلق في البلد هذا هو من نفس الأرض هذه، من نفس البيئة هذه، احنا نسكي ليل ونهار. على كل حال كان زمن ما في إضاءة إلا يوجد هذا إسعاف النخيل، فمعناه نولع نار على هذا ما اللي نسميه طرفة النخيل ونسكي على طول الليل، يعني نسكي بهذا الضوء بس، ما كان ضوء ثاني موجود. وبهذه الحالة ترى متأكل من الناس عليه. أما إذا طرى على الحارة أشياء فمعناه يطري في وقت الخصوب، وهذا يصير دثار وهكذا، ولكن يهتموا بالسرعة. بيوت الحارة محتفظة بجمالها ورونقها، حية بتمسك أهاليها بالسكنى فيها، لا زال إغراؤها يغويهم عن مفارقتها، وما خلا منها وجد من يعتني بها نزلا تراثية في أحضان طبيعة هادئة، فكانت مقصدا سياحيا مميزا للسائحين من داخل عمان وخارجها. طبعا النزل التراثية عبارة عن بيوت قديمة تم ترميمها بشتى الوسائل، وتم إحضار المواد من السوق المحلي والسوق الخارجي. طبعا كانت هذه أحد الصعوبات في البداية، إنه مرحلة الترميم كانت ما مرحلة سهلة، وإنما تم إحضار المواد حتى من خارج السلطنة. الآن لأنه البيوت الجديدة يتم بناءها بطرق حديثة، بعكس هذه البيوت القديمة يكون فيها مواد غير
غير متوفرة الآن. النزل التراثية تحتوي البعض منها على 12 غرفة، والبعض منها على 7 غرف، والبعض منها على 5 غرف. الحمد لله الحين وصلنا إلى مرحلة الآن وأصبح لنا لدينا 3 بيوت يحتوي على 15 غرفة. الضيف يصل عندنا ويتم توفير له وجبات عمانية من بيوت عمانية هنا بأيادي عمانية تم طبخها، ويتم الخدمة كذلك من شباب عمانيين وتعريفهم بالقرية التراثية والمكان والعادات والتقاليد الموجودة بالقرية، إضافة إلى نظام الري والزراعة هنا في مسافة العبرية. إن شئت تنظر بهجة الجنات عرج هديت لبلدة المسفاتِ.